من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرقع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا يا شيخ، يعني كل ما بعصب راح مكسر اي حاجه قدامي. طوالي. وانت لما هتتنرفزي انت كمان هكسر اي حاجه قدامك. طبعا الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اتفضلي اتفضلي، تعالي تريحي. اتفضلي اتفضلي. يا ماما اتفضلي اتفضلي. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ازازه الكازوزه لماما. من تحت. ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولي مش عايزه ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. إذا كان صاحبة الشأن نفسها بتقول لك مش عايزة. مش كده. وزفت أكيد تعبتي مش كده؟ أيوة يا بنتي. مش تقولي إنك ساكنة في البرج. وأنا لقيت غير كده يا ماما وقلت لأ وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. بكرة؟ دي شقة دي تديك فيها 60 جنيه. اوعى تقول الكلام ده لاحمد لحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المرة الجاية لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقة من حلاوتها. أنا هو أنا فيا صحة عشان أجي لكم هنا تاني؟ عن إذنك يا أختي أنا ماشية. إيه يا ماما مش معقولة يا حسين؟ أصل تاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جاية عشان خالتك تعبانة شوية. قلت أروح أشوفها وفوت أبارك لك على الشقة. ما كنتش عارفة المصيبة اللي أنت عايشة فيها دي. فبتتعشي معانا بكرة؟ أنا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتي كمان. سلام عليكم. عشان خاطر يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي. ده سيمي. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفتي حاجه؟ لقيت فوايده حبين الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج من قصدي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه؟ يا حبيبتي، أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من خلقي. قوم بلاش كسل، إذا وباعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت، يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. صاحب الشقة دي؟ ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهاردة، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هاني. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوف قله الحياه. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما، انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين، ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوة؟ لا يا ماما، متشكر. يا ما رجعتش ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم. حتى الحرامة ضربت معاه صحوبية. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقه دي ب 60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، تكسفنيش. ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. اصبح على خير. وانت من قال. حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت وقفت تتسالي مع الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ ضرر اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم، على مطبخ البدرون، على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننطط من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق. والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا المتهم الواقف أمامكم إيه ده يا أستاذ أحمد؟ لا مؤاخذة يا فندم، أصل يعني إمبارح تضيعوا في ماذا أقول والنهاردة تضيعوا في البرد ولا في الوزن؟ أصل يا سعادة الدين يعني الإزاز مكسور يا فندم. والاوضه اصلها من هواء، فهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يا فندم. ايه ده البرد؟ لا يا فندم، عبد السلام انت مجهوري يا استاذ. ركز في القضيه اللي قدامك، اقعد استريح على مساله الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليماني المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسه. يستحسن برضه يا فندم. الإدارة الداخلية
والعلاقات العامة. حلو قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك، تصرفي اللي تصرفيه وتكني اللي تكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. اوعى تكون معطلاكي عن حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حابك عشان الغابة. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل، احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجالة، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعاكم على كل عيش كان بيظبط مراته على مرات اخويا. قولي بقى ده ما تتعبش. لا يا معلم، كان اتداوى عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله، مليار تاني. انت معانا ولا معانا؟ ايوه يا ابراهيم، الجلسه الجلسه معانا. سعد بيه القاضي اجل الجلسه لغايه بكره، يظهر خد برد وراه. طب ابعد عني استبعديني. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسسيه دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست هنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. أنا ياس حلم جارتنا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. أنت عيان ولا إيه؟ شوية. أدخل استريح. تعالي. تعالي هنا، ما تلبقيش عليها قوي كده يا أختي، أحسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست المنانة لازم تداري على عواطفها شوية، أحسن. يا لهوي يا لهوي على الرجالة لما يعرفوا إن إحنا سواهم واقعين. معقول برضه؟ طب قرش انا بقى احسن من التعديل. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. حاضر صاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على ذكر الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحة بقى أنا راجل البيت ولازم أقول رأيي. وأنا مسؤولة عن الإدارة الداخلية في البيت والعلاقات العامة، وبما إن عبد السلام أفندي جارنا يبقى تابع للإدارة الداخلية والعلاقات العامة. أنت بتقولي إيه؟ أنت متجوزة عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك أطلع عيلة في كلامي قدام الراجل؟ نهاية من هنا لغاية بالليل ربنا يحلها. بتبصيلي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي، انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ معلش انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها. هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك اروح استخدمك الغدا. تعالي هنا.
فاضل كم جنيه لستهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 مساء مصروف امبارح. ايوه، يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان، وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي، ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، هتفي دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبك تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقول ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. ده زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول، ولا تبينش زعل واعكنانة من فضلك. طيب؟ يا ماما تعالي. على مش هقول لكم ده ابدا. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكم هنا تاني ابدا، انا مش بايع عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، مفيش كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا، احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته اهي اطلع لكم لحد فوق. لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولا انا النجاه نروح كلنا نطين فوق. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصلنا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر تعظيم. انت مالك يا اولاد؟ انت بتتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش بتقول هنخرج؟ ايوه، ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا، انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا معلم، هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. شوفي صوتي كمان. اوقفي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مدهور. مش معقول، انا مش ممكن اخلع ده ابدا. اجل 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 ا